سؤال بيطرح نفسه، طيب يعني اللي بيدخل المجال ده لازم يعرف مقامات، ولازم يبقى ممكن مثلا يحاول شوية يتدرب على آلة، انت دخلت في الخطوات دي؟ يعني انا دخلت في الخطوات دي، بس قبل كل ده لازم يبقى عندك يعني ودن تستشعر الموسيقى شويه، لان وانس ان ما فيش ده فبيبقى فيه مصيبه، ان انت مش الودن سامع مش حاجه. شغالة. دي بتبقى يعني حاجه مش حلوه. مهارة مفقودة زي ما بنقول كده. فالحمد لله يعني مين اكتشف الموهبة يا مصطفى؟ اكتشف الموهبه. يعني ولا من كنت بتغني مع نفسك وقلت اما اروح كده اجرب عارف اللي مثلا؟ هو الغنى اللي بيبقى في الطرقة ده في الصالة ايوه عادي ده يعني. جميل ده. فالبيت عندي يعني صوتك حلو، طب ما تشوف قدم اعمل في حد روح. عندك في العائلة صوته حلو؟ كلهم. ما هو دي بقى الوراثة، بقى العوامل الجينية برضو اخواتي بتلعب دور. يعني الوالد والوالدة واخواتي وكده. في حد فيهم دخل مجال الغنى؟ لا لا، محدش فيهم يعني. اخترق المجال. طب لما انت بقى ابتديت تظهر النور وابتديت تتعرف من طريق بقى يعني برنامج الدوم وكده، ومات لها من احداث، ابتديت تلاقي رد الفعل خاصة بقى من الدايرة القريبة منك في البيت ايه؟ يعني الحمد لله كان رد الفعل والناتج الحمد لله مرضي، والحمد لله لحد يعني عملت شيء جميل وأسعدني، وتطورات وإنجازات في الحياة ده شيء يعني أسعدني كتير، وكمان أول مرة خطوة عرفت جانبية. إن أنت هتغني قدام الرئيس، كانت تحضيراتك إيه؟ يا وكنت لهوي. قلقان ولا لأ؟ وقعدت نفسك إزاي؟ أكيد 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 كنت قلقان، أكيد كان في توتر، خصوصا يعني الحدث أو الإيفنت اللي بيبقى خاص بشيء زي كده بيبقى فيه شد نظام شوية. شد. احنا فنانين فمتعودين على ايه؟ على الحياة بتبقى ايزي تمام سهلة، بنصحى بالليل عادي الدنيا تمام. فالحاجات اللي بتبقى خاصة ما بالأحداث زي خفتش كده. الصوت يرعش مثلا وانت قلقان كده، ولا التدريبات الريهرس؟ بص الضحكة دي ليها معاني. يعني بيبقى فيه خوف، أكيد أكيد بيبقى فيه خوف، بس بقى يعني الرياضة بنسبة إن شاء الله الحمد لله.